شكرا زميلنا مبارك، وشكرا لكل اللي علقوا على هذا السؤال. مهم جدا ان الواحد يحب وظيفته عشان يبدع فيها، عشان يطور نفسه فيها، عشان هذا شيء للعمر كله، انت بتشتغلي طول حياتك خلاص. صح. الين ما تتقاعدي، فضروري انك يوميا انت بتروح الدوام 12 ساعه، بعض الناس يداوم 8 ساعات، فطبيعي جدا ان لازم يكون هناك شغف، لازم ان يكون هناك حب لهذا الشغل، والا كيف راح تستمر الحياه؟ يعني راح ينعكس على حياتي الشخصيه، على شخصيتي، على عائلتي، على كل قرارات حياتي، فلازم اكون مبسوطه في المحل اللي اشتغل فيه. وغير كذا يا ريم، يعني احس مو شرط اني انا احب الوظيفه، اذا كانت بيئه العمل جميله، اذا كان زملائك اللي حولك كويسين وداعمينك، اذا كان القائد، واقصد بقول القائد انه الشخص اللي يساعد واللي يدعم موظفينه، بيئه عمل كويسه انا راح ابدع فيها. انا راح اعطي فيها قد ما اقدر، راح انتج اكثر فيها. بينما اذا كانت حتى لو انا وظيفه مثلا احبها وكنت في بيئه عمل سيئه، راح اكرهها، ما راح اكره وظيفتي، وراح اكره بيئه العمل اللي انا فيها، ولا في انتاج، راح اجي بس اخلي الساعات تعدي وانا قاعد. شوفي، أحترم وجهة نظرك، يعني في ناس كثير يهمهم بيئة العمل أنها تكون صحية وغير مسمومة، أنا ما يفرق عندي ذا الكلام، يعني أنا أهم شيء عندي وظيفة أحبها، والله ليش ما كان، إن شاء الله لو فيها بيئة العمل إيش ما كان فيها، إن شاء الله فيها تماسيح، ما تفرق عندي يعني. أنا مرة تأثر فيني بيئة العمل، تأثر فيكي، يعني أنا عندي إيش أنا بروح، مين بقابل، هاي بتلعب فيني. معقول؟ قسم بالله، يعني حتى لو وظيفتي ما أحبها، بس بيئة العمل عندي مناسبة لي، مرة أستانس واستمتع فيها. بس إذا كان أحس أنا بروح مودي بيقلب، لا والله ما أبي بيئة العمل هذه. صح، كلنا نختلف. طيب، يعني هذا شيء مرة مهم، يعني بيئة العمل مهمة، البيئة المسبومة تبتعدي عنها. ساعات الدوام الطويلة، هل تحبي مثلا تكون ساعات دوام طويلة؟ برضو على حسب بيئة العمل اللي أنا فيها، إذا كانوا حولي ناس حلوين ممكن اقعد اطول. والله العظيم احنا ما لنا جايين نتصاحب يا عودي، احنا حتى لو ما اتصاحب نفسيا، انا لما اجي اقدم شيء بنفسيه حلوه غير لما اقدم شيء بنفسيه مي حلوه. انت حسستيني انه بيئه العمل كلها كذا ناس جالسين ما هم طايقين بعض ومشاكل. لا مو شرط، انا قاعده اقول لك، طيب انا قاعده اقول لك على حسب، ما ندري احنا الناس يا ريم، في بيئات عمل يمكن لا تطاق، في بيئات عمل لا حلوه وتطاق، عرفتي؟ فانا على حسب صراحه بيئه العمل، اذا انا بيئه عملي حلوه وتطاق، والله انا بقدم فيها وقعد فيها ساعات طويله. اذا بيئه عملي انا اتكلم عن نفسي، اذا بيئه عملي مي بحلوه، لا والله بكمل الساعات اللي مكتوبه لي. والسلام عليكم. طيب يعني بتحضري؟ يعني اكيد اني انا اكيد اني انا بحضر، ما حد يعني في ناس يقول لك اترك سنتين، لا بنتظر سنتين عشان يصير عندي خبره واطلع. طيب انت طيب ريم؟ لا انا قلت لك ما تفرق معايا، يعني زمان يعني اوكي مررت لي كيف اداوم في بيئه عمل. انا تخيلي كيف اصحى من النوم وانا مالي خلق، اتذكرني انا بروح بيذبحون الشغف. ما لا بالعكس حيذبح، والله العظيم اذا انت بيئه عمل مره حلوه، لما تروحي بيئه عمل والكل كذا ما يحبك وحاقد عليك ويكون كذا بيئه مسمومه، وانت تروحي تادي هذا الشغف، تادي هذا العمل كذا بشغف وبمحبه، وبالعكس تركزي فيه اكثر، ما تركزي على اللي حوالينك يعني. خلونا مره نتكاتف عليها، تكفون خلونا مره نتكاتف عليها. لا لا انا مريت بهذه التجربه، يعني انا مريت فيها، يعني ما اقول لك صح انها اثرت فيا، ولكن اني بالعكس ادتني دافعيه اني اثبت نفسي اكثر، اعطي اكثر، اشتغل على نفسي اكثر، خلتني اركز، يعني كنت اروح 8 ساعات دوام اركز في نفسي، اشتغل على نفسي، اقرا اكثر، ابحث اكثر، اسوي شغل اكثر، عشان اثبت للي بيقولوا انه تراها ما تعرف ما تقدر. يمكن وجهة نظري كريم، وانا احترم وجهة نظرك.